صباح الأمل والخير والسعادة على حضراتكم مشاهدينا الكرام. حقيقة معانا دلوقتي فقرة في غاية الأهمية، هنتكلم على اهتمام الدولة المصرية والجهود المختلفة لاحتواء واستيعاب ذوي الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة، وإزاي نقدم لهم كل أشكال الدعم وكل أشكال المساندة في المجالات المختلفة من أجل دمجهم في مجتمعاتنا دمجا حقيقيا ودمجا إيجابيا. حقيقة بيبقى فيهم نماذج كثيرة جدا بتحمل طاقات إيجابية وطاقات إبداعية وفكرية وفنية وثقافية، ولكن هم محتاجين اللي ياخد بإيدهم ويساعدهم ويخليهم إن هم يقدروا يقفوا على رجليهم. وكمان في محاولات حقيقة لإزالة كل أشكال الصعاب ربما أو العراقيل أو المعوقات اللي أحيانا بتحول دون يعني إعطائهم الفرصة الحقيقية لإظهار هذه الجوانب الإبداعية والفكرية والثقافية. في مجهودات عدة حقيقة بتقام، وعدد كبير أيضا من المؤتمرات والندوات اللي بيهتم بشكل خاص بذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم. هنتكلم عن كل هذه الأمور وكل هذه الأنشطة وإزاي يبقى فيه فعلا دعم حقيقي وملموس على أرض الواقع يعود بالنفع مباشرة على ذوي الاحتياجات الخاصة، مع ضيوفنا الكرام اللي مشرفتنا النهاردة في هذا الصباح وعلى الهواء مباشرة. أرحب بداية ليديز فيرست سيدات، أولا بالدكتورة سهير التوني أستاذ علم النفس بجامعة الملك عبد العزيز ورئيس المؤتمر الدولي لرعاية ذوي الهمم. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، أهلا بك. وطبعا بنرحب ب أستاذنا القدير والإعلامي المتميز حقيقة النموذج والقدوة الأستاذ محمد فوزي حجازي الإعلامي والمدرب الدولي باتحاد الإذاعات الأوروبية، وأيضا المستشار الإعلامي للمؤتمر الدولي لرعاية ذوي الهمم. مشرفنا منورنا يا أستاذ محمد، وسعيدة جدا طبعا بلقائي بحضرتك النهاردة. أبتدي معاكي دكتورة سهير والحديث عن الملامح العامة لهذا المؤتمر ومشاركتكم فيها شكلها إزاي؟ إحنا عملنا المؤتمر ده إحنا من خلال مؤسستنا، وكان مؤتمر الحقيقة رائع. يعني إحنا كنا فريق متكامل وقدمنا فيه بعض البحوث اللي تقدمت عن بعض التقنيات والبرامج الحديثة اللي هي لتأهيل ذوي الهمم، وكمان كرمنا بعض الفئات اللي هي من ذوي الهمم، وكمان كان في بعض الشباب المخترعين لبعض البرامج الخاصة بذوي الهمم، وده كان محتوى المؤتمر بتاعنا. وطلعنا ببعض التوصيات، كانت توصيات رائعة، منها ان احنا نركز على التنمية المستدامة، لان ده يعني مصطلح جديد وبيشمل مؤسسات كتير في الدولة، فاحنا كنا مركزين ان احنا نركز في التنمية المستدامة لذوي الهمم. كمان ان احنا نهتم بالتكنولوجيا الحديثة في البرامج اللي هي بتأهل وتدرب ذوي الهمم. كمان ان احنا نشارك المنظمات في بالتعاون معاهم، يعني ان احنا نبقى بنقدم حاجات لذوي الهمم، وان احنا يبقى في دايما بروتوكولات بين المؤسسات وبعضها، وان يبقى لينا دور في سن القوانين بتاعه ذوي الهمم ومراقبتها. كمان ان احنا محتاجين، كنا من ضمن التوصيات ان احنا تفعيل قانون 2018، لانه هو الحقيقه قانون رائع ما سابش اي حاجه لذوي الهمم، لكن القانون مش مفعل في اماكن كتير. طبعا كمان في حاجات كتيرة، يعني زي ان احنا عايزين نهتم بالبرامج الحديثة الالكترونية زي ما احنا بنهتم مع العاديين، زي ما احنا بندخل ده في اطار العاديين، فاحنا عايزين نخليه كمان في اطار ذوي الهمم. طب هنرجع نتكلم على يعني توصيات المؤتمر اكثر بشيء من التفصيل، ولكن بننتقل ليه أستاذ محمد فوزي. حضرتك طبعا كبير المخرجين ومخرج مخضرم ومتميز في مجال الإعلام، وبالتالي ده هيقودنا الحديث عن الإعلام بشيء من التفصيل والورقة التي قدمت في هذا المؤتمر، وإزاي إنه الإعلام له دور مهم جدا وفعال ومؤثر في احتواء ذوي الهمم
وذوي الاحتياجات الخاصة وإعطائهم الفرصة الحقيقية على أرض الواقع. تفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا شرفت أن أنا كنت عضو في المؤتمر و اتكلمت عن ان الفترة الحالية بتشهد طفرة بالنسبة لذوي الهمم، خاصة بعد ما قانون 10 لسنة 2018 اقر اليوم حقوق كتير جدا، فده عمل طفرة كبيرة جدا. وطبعا احنا يعني بصدد ان احنا عايزين كإعلام ان احنا نبتدي نفعل القانون ده من خلال البرامج اللي احنا يعني هنعملها في التلفزيون كإعلاميين. يعني الحاجة التانية ان يمكن مشاركة ذوي الهمم في المؤتمرات واللقاءات الرئاسية حتى مع سيادة الرئيس اتاحت فرصة لان انا ابرز النماذج المشرفة، ويمكن كان في المؤتمر معانا نماذج مشرفة كتير جدا. يعني يمكن انا شايف ان هم فاقوا الاسوياء، دي حقيقة في سن الاحيان. وده هيقودني لحاجة مهمة جدا لدور الاسرة في رعاية ذوي الهمم او اللي عنده طفل عنده اعاقة، وأهمية الكشف المبكر. يعني ده حاجة مهمة جدا، وده يمكن دورنا ان احنا برضو كوسائل اعلام، وده انا قلته حتى في التوصيات. يمكن انا بيحضرني حد من العلماء هو جاكو بارنت، ده يعتبر من العلماء اللي موجودين في امريكا. الولد كان عنده توحد، فوالدته يعني ابتدت يعني تروح بيه لدكاترة ومختصين، فقالوا لها ما فيش امل ان هو يتكلم وما فيش امل ان حالته تتحسن. فالولد امه ما استسلمتش خالص، فضلت تديله زي دورات تدريبيه في التخاطب، لغايه ما ابتدى الولد يتكلم، وابتدت بتحط له كوبايه ميه، حطها عاديه جدا، فالضوء جاي على الميه عمل انكسار كده، ف ابتدى يبسط من الموضوع ده، ابتدى تحط له كوبايات تاني. فبقى أكبر عالم من علماء الفيزياء ومرشح لجائزة نوبل. فده بيبين لي أهمية دور الأسرة، ده مهم جدا. الأشخاص ذوي الإعاقة لو رجعنا لآخر إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هنلاقي إن هم عددهم 20,027,835. ده بيقودني إلى أن العدد كبير، فمحتاج رعاية خاصة ومحتاج اهتمام كبير واهتمام كمان من وسائل الإعلام. يمكن أنا بيحضرني الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة اللي هي في 2006 كانت بتتكلم على دور وسائل الإعلام، أهمية مسؤولية وسائل الإعلام تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، أنها تعرف النماذج المشرفة، أنها تعمل لهم تمكين من الخدمات العامة. التمكين بمعنى يمكن احنا شاركنا في مبادرة من فترة اسمها شموس لا تغيب، كنا بنتكلم على موضوع الإتاحة. الإتاحة بمعنى ان الطرق والمواصلات والأجهزة الحكومية كلها تبقى صحيح مجهزة، وابتدى بالفعل حتى وزارة النقل ابتدت دلوقتي في البروتوكولات بتاعتها كل المحطات السكة الحديد بتتعمل لها رمبات وبتتعمل لها وسائل مساعدة لذوي الهمم. ده شيء مهم جدا. طيب دكتورة سهير، يمكن في فترة من الفترات حقيقة كانوا ذوي الهمم أو ذوي الاحتياجات الخاصة بيعانوا كثيرا من التجاهل ربما أو الإهمال أو التهميش وأحيانا عدم التأهيل النفسي من قبل المجتمع في التعامل معهم، رغم أن هم فعليا وعمليا زي ما قال أستاذ فوزي في نماذج مشرفة ومتميزة جدا بتفوق الأسوياء جسديا. يعني هم عندهم مهارات يعني فنية ربما فكرية ثقافية بيبقوا متميزين فيها عن الشخص اللي ما عندهوش إعاقة جسدية، فازاي نحتويهم؟ ازاي يبقى في تأهيل نفسي ومعنوي حقيقي من قبل مجتمعاتنا وشعوبنا لإدماجهم دمجا سليما يستفيد به المجتمع في المجالات المختلفة؟ تمام. أي حضرتك انت عارفة معنى ذوي الهمم ان هم اي شخص عنده عجز او قصور بيمنعه من ممارسة المهام اليومية بتاعته أو الحياتية، تمام؟ فلو حاجة أنت بتبذليها في ربع ساعة مثلا هو بياخد وقت طويل عشان يقدر يوصلها وبيحاول يوصلها، فعشان كده هم احنا أطلقنا عليهم ذوي الهمم لأن هم يستحقوا المسمى ده، لأن هم كمان طاقة بشرية فائقة ومحتاجين إن احنا نستغلها. فاحنا بنستغلها بإيه؟ يعني احنا أول ما بيجي لنا الطفل المفروض بنعمل له تقييم، التقييم بالتشخيص ببعض الاختبارات. يعني أنا لو عملت اختبار زي اختبار ذكاء لأي طفل لازم بطلع عنده قدرات
فائقه. يعني لازم يطلع عنده حاجه متفوق فيها مهما صحيح. تكون اعاقته. فانا باخد القدره الفائقه اللي عنده دي وابدا اشتغل عليها عشان انميها واستغلها في ان انا انمي بيها القدرات الضعيفه. طبعا احنا عندنا مشكله وما زالت برضو يعني لسه من فتره كده كنت شفت حاله الام كانت خارجه بابنها والولد كان اوتيزم شديد. طبعا الاوتيزم الشديد احنا يا دوب بنقدر نعمل له تاهيل يعني في حياته في الرعايه الذاتيه والحياه، ما اقدرش نقول ان هو هيبقى بمستوى كويس، لكن لو هو اوتيزم بسيط او هاي فاكشن اللي هو سمات بنقدر نعدي بيه ويبقى طفل عادي ويخش المدارس. فكانت خارجه بيه فلقت في سيده مثلا انت خارجه بيه ليه؟ انت ما تخرجيش بيه، المفروض تقعدي بيه في البيت. فكان يعني عارفه برده لسه رد الفعل موجود. فاحنا بنحاول نعمل توعيه قسوه المجتمع فدي والقلوب بقى اللي هي ربما يعني كما يعني وصفها ربنا سبحانه وتعالى قلوبهم كالحجاره بل اشد قسوه، يعني التعامل بشيء فيه قسوه وعنف على اطفال او نماذج يعني لا حول ولا قوه لهم. كان ممكن اي حد فينا يكون عنده نفس المعاناه يعني بالظبط كده. وبعدين انت كده التنمر الشديد عليهم دي ازمه واشكاليه كبيره جدا. اذيتي الام واذيت الطفل، لان هي كده دلوقتي بدل ما هتنزل وتروح توديه وتدربه وتعاني بتعاني هي في المواصلات وفي التكلفه وكل ده. وبعدين هنا التدريب ما بياخدش يوم ولا اتنين، لا ده التدريب ممكن يقعد سنين، والطفل بيبقى طول الوقت عايز حد عامل كده معاه. اول ما تعملي كده لو قصرتي شويه يروح راجع لورا تاني، فهو طول الوقت عايز مساند، فانت كده احبطتيها فهي مش هتنزل تاني بيه. فدي من المشاكل اللي احنا بنحاول ان احنا يبقى فيها توعيه. فبنعمل تاهيل نفسي للام وتاهيل نفسي للطفل، فبنحاول كمان صحيح. يبقى في وعي بالنسبه للناس ان احنا يبقى في وعي اكتر. اعتبريه طفل عادي يعني وعمل مشكله او سلوك. احنا بنتكلم على مشاعر وانسانيات بقى يعني بعيدا بالزبط. عن المؤتمرات والندوات بنتعامل ان قلوبنا فيها رحمه ولا لا، لكن للاسف احنا يعني في كتير بيتعاملوا بشيء من القسوه. استاذ فوزي حضرتك يعني اتكلمت على نموذج مهم جدا من شويه. طبعا اي ام عندها ابن او بنت من ذوي الهمم او ذوي الاحتياجات الخاصه هي بتكون في اختبار عظيم، لانه مش اي حد يجتاز المهمه الصعبه دي. بيبقى عايز تعليم من نوع خاص، رعايه صحيه من نوع خاص، اكله وشربه، التعامل معاه بيبقى تعامل استثنائي. حضرتك طرحت نموذج مهم جدا، الأم اللي ابنها عنده توحد ورغم أن كل الأطباء قالوا لها أنه الحالة ميؤوس منها، وطبعا الكلمات مش مفروض أنها تخرج من أطباء يعني مفروض يبقى في عندهم بارقة أمل يعني، ولكن قالوا لها الموضوع خلاص صعب جدا، ورغم كده هي نجحت ان تخلي ابنها يندمج في المجتمع. احنا بقى بنتكلم على الاراده والعزيمه والاستعداد لتحدي التحدي وتحدي المستحيل، حتى لو الدنيا كلها قالت لي ان انا ابني او بنتي مش هيقدر ان هو يتعايش يبقى فيه صبر. فالموضوع كمان مرتبط بامور يعني انسانيه ونفسيه وجدانيه صعبة، يعني بالامكان في بعض النماذج ان هم يحققوها، وفي ناس تانية بيجي لها حاله من الياس والاحباط. تمام حضرتك. هو المفروض ان يعني ده شيء برضو من دورنا في التوعيه كوسائل اعلام. يمكن انا عايز انوه للماده 34 اللي موجوده من قانون 10 لسنه 2018، تلتزم جميع وسائل الاعلام الحكوميه وغير الحكوميه باتاحه اللغات اللازمه لتمكين الاشخاص ذوي الاعاقه وتيسير تواصلهم مع المواد الاعلاميه المشاركه بشكل مناسب والمشاركه بشكل مناسب والاعلان عن جميع الخدمات المقدمه من الجهات العامه والخاصه. ده البند رقم 34. فاحنا ده دورنا كوسائل اعلام، وانا يمكن نوهت في التوصيات اللي حطيتها بالنسبه لينا كوسائل اعلام هو ان هو دور وسائل الاعلام. والحقيقه انا الاعلام ده يعني انا مقتنع ان هو رساله، واسمى رساله انه يبقى في خدمه المجتمع وفي خدمه ذوي الهمم. صحيح. احنا مسؤولين برضو كاعلام عن تغيير اتجاهات المجتمع تجاه ذوي الاحتياجات الخاصه، لان احنا بنوضح النماذج المشرفه اللي هي موجوده. احنا كان معانا نماذج مشرفه يعني مش قادر اقول لحضرتك، يعني فنانه رسامه عالميه كان اسمها حنان محراوي، واحده كانت سفيره البطولات كانت برضو يعني خدت بطولات كتير جدا. كان معانا آلاء عبد العزيز كانت من البطلات العالميات، يمكن خدت جوائز ذهبيه في النمسا في مسابقات التزحلق على الجليد، بالرغم ان احنا ما عندناش الـ 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 الماده اللي هي اللي دي. هرجع تاني لدور وسائل الاعلام او التوصيات. احنا قلنا المفروض ان وسائل الاعلام تتابع قانون 10
وتنفيذ لسنة 2018 وآليات تنفيذ هذا القانون على أرض الواقع. تعرف ذوي الهمم بحقوقهم وتبتدي تعمل جسر تواصل بينهم وبين وسائل الإعلام وبين الأجهزة الرقابية على الموضوع ده. الحاجة التانية اللي أنا برضو في ضمن التوصيات إن احنا محتاجين دورات تدريبية متخصصة للإعلاميين العاملين في مجال الإعاقة. يعني يبقوا كل مجال ليه تدريب مختلف. يعني أنا لو أنا كالمخرج أو المذيع أو المعد هيتعامل في برنامج مثلا إعاقة ذهنية أو ذو احتياجات ذهنية خاصة، هيبقى فيه تكنيك معين هيتدرب بيه في وضع الأسئلة وفي في إخراج الحلقة وبالنسبة لذوي الاحتياجات السمعية هبقى أنا محدد اتجاهي أنا هاخد الكادر إزاي عشان هقدر أحط الكاشة أو الترجمة كمان يا فندم المستخدمة من قبل المذيع وطريقة التواصل بالضبط كده يا فندم بالضبط. الحاجة التانية كمان إن أنا في حاجة بالنسبة لموضوع الإشارة اللي موجودة حاليا. أنا بشوف إن الإشارة يعني الإشارة حجمها صغير جدا. المفروض الحجم المخصص للكاشة اللي بتاعة الإشارة تكبر عن كده عشان ذوي الاحتياجات السمعية الخاصة يقدروا يتابعوها. في التوصيات برضو احنا قلنا زيادة البرامج زيادة البرامج المخصصة لذوي الهمم. يعني البرامج هلاقي عددها قليل جدا. التوصية اللي بعد كده حضرتك هي برامج للتوعية للحد من الإعاقة. يمكن احنا في إدارة الأزمات بنقول أهم حاجة في إدارة الأزمة التنبؤ بالأزمة. يعني أنا لازم أتنبأ بالأزمة اللي هتحصل، فأنا كده بعمل برامج توعية زائد برامج للحد من حوادث الطرق أو توعية من حوادث الطرق. الحاجة بقى اللي أنا اتكلمت فيها إن إحنا محتاجين قناة متخصصة. يعني دلوقتي إحنا بنتخصص في كل حاجة لذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الهمم. القناة دي هتبقى أهميتها إن هم هيعبروا عن نفسهم وهيعبروا عن احتياجاتهم اللي هم محتاجينها بالضبط هم نفسهم. هيبقى في مذيع وإحنا شفنا في مذيعين كتير بيشتغلوا منهم. صحيح. وده بال حضرتك. وبرضو هيبقى عندي برامج تخاطب التدريب والتأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة في القناة دي. أقدر أنا أخلي في جزء مخصص لذوي الاحتياجات السمعية، أخلي جزء مخصص لذوي الاحتياجات الذهنية، أقدر أي لكفة البصر، أقدر أتعامل مع كافة الإعاقات بمتخصصين ومشاهدين القناة هيبقوا هم الجمهور اللي هم أهلهم. والمشاهد العادي هيقعد يتفرج عشان هو عايز يشوف هم بيعملوا إيه لأن هم عندهم قدرات خارقة. يعني فده هيبقى مهم جدا إن أنا أعمل الكلام ده. أنا يمكن أنا كان معايا طفلة صغيرة في برنامج تواصل كانت موجودة معايا، فالبنت كانت عندها 3 سنين بتتدرب دلوقتي بتتدرب على النطق والكلام. يمكن ده بيبين أهمية البرامج ودور الإعلام بقى اللي احنا بنوضح للأسرة ازاي دي هتتدرب، ازاي دي هتوصل لحاجة، ازاي ان انا اقدم نموذج مشرف. النموذج المشرف ده هيبتدي يبقى حاجة قدوة لينا وكمان هحل لي مشكلة ان انا اغير اتجاهات المجتمع. لا دي ناس بتنتج، دي ناس بتشتغل، دي ناس عايزة تبقى حاجة، دي ناس يعني انا عايزة اقول حاجة. في كتير من الاوقات بيبقى انتاجهم حقيقة وشغلهم وابداعاتهم اعظم وبتفوق اللي ما عندهمش اعاقة. يعني حتى ما تقعد تبص كده للمنتج النهائي بتاعهم سواء فكري او علمي او ادبي تقول سبحان الله سبحان الله. رغم التحدي ورغم الازمات والمعاناة النفسية والوجدانية الجسدية بس قادرين يطلعوا حاجة. اللي ما عندوش مشكلة صحية أو جسدية ما بيعرفش يطلع نفس المنتج ده بالظبط. هما طاقات بصراحة، طاقات منتجة. وأنا عايز برضو أنوه لنقطة 5% دي. المفروض يعني قانون 10 ابتدى يفعلها وغلظ العقوبة لأن هما بيبتدوا يلاقوا يبحثوا عن شغل فما بيروحوا للمؤسسة بتقول لهم طيب تعالوا بكرة تعالوا بعد بكرة. فيبقى في تفعيل للقانون عشان دول يقدروا يعني يشتغلوا برضو في نسبة 5%. والحقيقة برضو حتى القانون 10 لسنة 2018 اداهم برضو الحق في ان تحط لهم 5% في الاسكان وده حقوق كتير جدا. ده مهم جدا. طيب دكتوره سهير تكلمينا عن يعني باقي توصيات المؤتمر، وهل هي بتبقى توصيات يعني ملزمه ولا مجرد مجموعه من الاراء او الافكار او المقترحات بيتم عرضها، وفكره ان هو الاخذ او عدم الاخذ بيها يعني على حسب الاجواء او الظروف او ايه المتاح وايه غير متاح؟
هو الحقيقة احنا بعد نجاح المؤتمر الأولاني والتوصيات اللي خرجنا بيها بنعمل مؤتمر تاني بنقدره إن شاء الله، بنكون حققنا فيه في الفترة دي بعض التوصيات اللي احنا اقترحناها. هو احنا اتكلمنا في جزئية إن احنا بنتكلم كده على ذوي الإعاقة اللي هم قادرين، إنما ذوي الإعاقة غير القادرين ماديا حضرتك دول محدش شايفه طبعا، معلش. فهو لو انا ماديا متاح معايا هقدر اودي ابني وادربه واشتغل معاه وحباين قدراته وهقدر اطلع بيه وممكن يبان ان هو حد متفوق من ذوي الاعاقه لان طبعا فيهم موهوبين، لكن الناس اللي هم ماديا ما عندهمش هيطلعوا ازاي؟ احنا محتاجين ان الدوله تساعد في ده، ان لازم يبقى في حاجات موجوده متاحه للناس القادره وغير القادره عشان اقدر اطلع من برضو من ذوي الهمم الغير قادرين ماديا اقدر اطلع منهم الموهوبين. فانا ده يعني احنا مش هنقدر نعمله لوحدينا، لازم صحيح. الدوله تساعدنا. طبعا احنا مصر اكتر دوله او اكبر دوله بتهتم بذوي الاحتياجات الخاصه، قدمت حاجات كتير زي كمان الصندوق اللي الرئيس عبد الفتاح السيسي عمله ان هو بيختص جزء من المرتبات ليهم وبيبقى ده دعم مالي، ده جميل. احنا بقى عايزين الدعم المالي ده نساعد بيه، عايزين يبقى موجود ونقدر نقدم للناس اللي هي مش قادره ماديا عشان نقدر نطلع. دي جزئية مهمة جدا، يعني جداً تبقى ام مثلا ابنها عنده مشكله لو هي عندها قدره ماليه صعب. بتودي نوادي، بتودي تدريبات، بتعلمه تعليم معين، بتجيب له مدرس متخصص، لكن لو تمام. حد يعني لا حول ولا قوه له قليل الحيله، وبالتالي الموضوع اشكاليه خطيره جدا دي اهم حاجه احنا بنتكلم فيها ونهتم بيها. لان زي ما قلت لحضرتك الموضوع مش بيبقى يومين، ده الموضوع بيقعد سنين. كل ما بنخرج مرحله ونطور المرحلة دي بكل احتياجاتها بنخش على مرحلة تانية ليها احتياجات تانية، فالموضوع بيفضل مستمر. فاحنا محتاجين نبص للناس دي، لاني انا رحت اماكن كتير في قرى كتير كمان في الصعيد وفي بعض المحافظات صحيح. يعني في ناس تحت يعني عندهم اعاقات وتحت المستوى. التوصيات بتاعتنا احنا حققنا منها بعض التوصيات، واحنا ان شاء الله المؤتمر بتاعنا القادم اللي احنا بنقدمه ان شاء الله هيبقى في الاهتمام بالتنميه المستدامه ان شاء الله. كلمه اخيره استاذ فوزي. الحقيقه انا سعيد بوجودي معاك، وكنت في حاجه برضو عايز انوه ليها ان احنا محتاجين زياده البرامج المترجمه بلغه الاشاره، لان برضو البرامج اللي احس انها دي كانت من ضمن التوصيات برضو اللي انا ما ذكرتهاش يعني في الحديث مع حضرتك، ان زياده البرامج يعني ترجم برامج اكتر عشان يقدروا ذوي الاحتياجات السمعيه الخاصه يتواصلوا مع دور الاعلام او توصل لهم الرسائل الاعلاميه، لان هم ليهم حق زينا بالظبط يعني في هم يحملوا الهويه صحيح. ولهم كافه الحقوق يعني. هو طبعا الموضوع صعب ومعقد ومتشابك ومحتاج دعم ومسانده مش من الدوله بس، هي يعني من كل الجهات وكل فئات المجتمع، لان هي حقيقه منظومه مجتمعيه بتقع على عاتق وكاهل الجميع. الدوله بس مش هتقدر ان هي تستوعب كل فئات ذوي الاحتياجات الخاصه، ولكن كل واحد فينا قدر استطاعته يقدر ان هو يساهم في احتواء ابنائنا وبناتنا، لان مفيش حد فينا اكبر من الابتلاء في اي لحظه او المرض او الاعاقه. ايوه تمام. فانا بشكركم جدا وبحييكم على مجهودكم الكبير والعظيم حقيقه والمتميز في هذا المؤتمر، والى الامام ومزيد من التقدم والانجازات لخدمه بلدنا الحبيبه مصر وخدمه الانسانيه بشكل عام. انا بشكرك جزيل الشكر دكتوره سهير التوني، استاذ علم النفس بجامعه الملك عبد العزيز ورئيس المؤتمر الدولي لرعايه ذوي الهمم. شكرا على تلبيه الدعوه، شرفتينا ونورتينا دكتوره سهير. وايضا الشكر للإعلامي القدير المتميز كبير المخرجين أستاذنا الأستاذ محمد فوزي حجازي المدرب الدولي باتحاد الإذاعات الأوروبية والمستشار الإعلامي للمؤتمر ذوي الإعاقة. بشكرك يا فندم جدا، شرفتنا ونورتنا، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات أخرى مع حضراتكم عشان نعرف الجديد في المؤتمرات القادمة بمشيئة الله. شكرا جزيلا لحضراتكم، والشكر متواصل لحضراتكم مشاهدينا الكرام. دلوقتي هنتوقف مع أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد، وبعدها هنستكمل باقي فقراتنا وحواراتنا في هذا الصباح.